عاملين ايه؟ انا فرحان جدا ان انا معاكم النهارده بجد، فعشان كده جاي بدري كده شويه عشان اقعد معاكم شويه. هشارك كده معاكم بس بحاجه كده في الاول، يعني 20 ثانيه بالظبط. لما باجي بقول حاجه في كنيستي انا ببقى فرحان قوي، وببقى يعني بدي الموضوع وانا مطمن، يعني بحس ان انا وسط يعني صحابي واهلي وكده. ف انا فعلا ممتن ان انا موجود وسطكم النهارده، يا رب كده اكون يعني حد خفيف كده عليكم. وهديكم كده موضوع بسيط عن زي ما هو مكتوب في الجدول. حاضر. هديكم كده موضوع بسيط زي ما هو مكتوب في الجدول. موضوع النهارده عن ايه؟ بالظبط، المراحل العمريه. المراحل العمريه بالظبط. طيب بصوا، هقول لكم على حاجه، قولوا لي بس الاول كده متوقعين تسمعوا ايه النهارده؟ برافو عليكم، زي ما انتوا قلتوا كده، الله ينور. تمام ايوه ماشي. يعني ايه الحاجه الاول مثلا، ما نقول مرحله عمريه لسن معين، ايه اللي انا متوقع او الاكسبكتيشن بتاعي؟ اتفضل. لو احنا هنتكلم عن المراحل العمريه في سياق الخدمه، اول حاجه هنتكلم عنها او الحاجه اللي هنركز فيها المشاكل اللي بتبقى بتقابلها. بالظبط، مشاكل كل مرحله. حلو تمام، مشاكل كل مرحله بس. احتياجات كل مرحله. تمام، ايه تاني؟ بالظبط، الموضوع اللي انا كخادم مستقبلي هبدا اتناقش فيها معاه، هتكلم فيها معاه ازاي. تمام، برافو عليك، الله ينور، حلو قوي. طيب بصوا بقى كده، هو الموضوع النهارده هيبقى تفاعلي. يعني ايه تفاعلي؟ يعني مش انا لوحدي اللي هتكلم، كلنا معظمنا كده هنشارك في الموضوع وايه ونتناقش. طيب بصوا، الاول كده هلعب معاكم لعبه كده صغيره. الثلاث اسئله دول او الاربع اسئله دول لو عايزين نجاوب عليهم، لو عاوز توصف نفسك بكلمه، كلمه واحده بس، هتقولي عن نفسك. السؤال الثاني، اكتب ثلاث صفات حلوه عن نفسك. ثلاث صفات حلوه عن نفسك. السؤال الثالث، جمله كنت بحب اسمعها وانا صغير. الرابع بقى بالمره، حاجه مش قابلها في نفسي ونفسي اغيرها. دول ثلاث او اربع اسئله عايزين كده بينا وبين بعضنا نجاوب على الاسئله دي بينا وبين نفسنا كده. ولو حد حابب يشارك وعرف يجاوب اي سؤال فيهم، يعني اكون شاكرا جدا ان هو ايه يشارك ويقول باجابه اي سؤال فيهم. تمام؟ حد جاوب اي سؤال فيهم بينا وبين نفسنا؟ جاوبنا تمام. طيب الاجابات دي بتاعت الاسئله دي هتلاقي كل شويه في احتياجات المراحل اللي احنا هنتكلم فيها، كل مرحله هتلاقي الاجابات دي عماله بتجاوب علينا. الكلام اللي بيتقال هيكون بيخبط فينا كل شويه عشان نجاوب على الاسئله دي. تمام، فعلشان كده هتلاقي الاجابات دي مالها كل شويه عماله بتنزل لنا. عشان كده بصوا الصوره ديت، شايفين ايه من الصوره دي جماعة؟ الله يخليكم تفاعلوا معايا عشان الموضوع يوصل، يعني يعني تناقشوا معايا. شوف أي حاجة هتتقال صح، أي حاجة، أي كلمة هتتقال النهاردة صح. شايفين من الصورة دي؟ اتفضل قول. أفكار بتدخل وبتطلع، تمام، حلو قوي، برافو عليك، إيه تاني؟ ها؟ في الدنيا منورة جوه، صح. الشباك مفتوح ولا مقفول؟ مين اللي فاتحه؟ انا. طيب السلم ده ممكن يطلع لي ايه؟ افكار اللي انا عايزه، صح. ايه تاني ممكن انا اطلع لي ايه غير الافكار؟ هي اكتر حاجه فعلا بيطلعها الافكار، بس خلي بالكم الافكار اللي بتطلع، الافكار دي انا اللي ببقى فاتح لها الشباك، وانا اللي بخليها تدخل، وانا اللي بخليها تعيش جوايا. عشان كده في الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده في احتياجات كل مرحله، هنعرف ايه المشاكل اللي بتدخل لكل سن، ايه المشاكل اللي بتقابل كل سن واحتياجاتها ايه، وازاي انا كخادم اتعامل معاها. ليه النهارده هنضرب غطس جوه الدماغ دي، جوه الدماغ المفتوحه دي، هنضرب غطس جوه كل دماغ، جوه دماغ الطفل، جوه دماغ المراهق. ليه؟ عشان لما هاخد الغطس ده جوه الدماغ ديت وابدا ادخل جوه وابدا افهم الدنيا جوه عامله ازاي، هيساعدني انا كخادم لما اجي اتعامل مع مرحله معينه اعرف اتعامل معاها ازاي، ايه الاذيات اللي حصل له، اللي حصلت له في السن ده، ايه التحديات بتاعته، ايه الانجازات اللي بيعملها، هبقى فاهم هو بيفكر ازاي. عشان كل ما فهمت الشخص ده بيتعامل ازاي وبيفكر ازاي، كل ما كان بقى في لغه حوار وتواصل بينه وبينه. تمام. طيب بصوا كده بقى، اول مرحله، المرحله بتاعتنا دي هناخدها من الاول خالص، دي مرحله ايه؟ بيسموها مرحله ايه؟ المهد بقى، اللي هي ايه، هناخدها من بدايه ايه؟ من دي 1. تمام، من دي 1 خالص. قبل دي 1 بيبقى الرضيع موجود فين؟ في الرحم. بالظبط، قاعد كده في رحم ماما
مستقنيص، الدنيا تمام، كل احتياجاته متسدده، مفيش لا برد ولا حر ولا نور بيقطع، والدنيا كلها ايه؟ جميله جدا. تمام؟ احساس كامل بالامان. اول ما بيبدا يطلع من بطن ماما بيحس اول مره باحساس عدم الامان. ليه؟ انا طول الوقت عايش في مكان متامن فيه، وفجاه لقيت نفسي بقيت مضغوط. ازاي مضغوط؟ اول ما نزلت من بطن ماما لقيت كده واحد لابس بارتو ابيض وبيقولوا عليه دكتور شايلني بالمقلوب، وعمال يخبط لي كده في حتت غريبه عشان اصرخ واصوت. ايه اللي بيحصل؟ اعتبر ان اول لحظه في الميلاد بتبقى لحظه ضاغطه. يعني ايه ضاغطه؟ بيتعرض فيها لضغط. ده بالنسبه للطفل ضغط. ليه؟ لان الضغط ده بيبقى ضغط نفسي اول مره اتعرض له. هو طول الوقت عايش في ايه؟ في بيئه امنه. ولما بينزل من بطن ماما بيقعد طول عمره يدور على احساس الامان ده. هيدور عليه بقى فين؟ هيدور عليه في البيت، هيدور عليه في الكنيسه، هيدور عليه مع خادم، هيدور عليه مع اب، هيدور عليه مع ام. طول الوقت هيدور على الاحساس ده. عشان كده مهم قوي في المرحله ديت الطفل ده بيدي حاجه لبابا ومامته؟ بيدي لهم حاجه؟ هو مش بيدي اي حاجه. هو في المرحله دي عاوز حاجه اسمها قبول غير مشروط. يعني ايه؟ الناس كلها تحبني وانا ما عنديش حاجه اديها لهم. الطفل ده مش بيدينا اي حاجه، هو بيدينا بس حاجتين، عياط وبيبي. دول الحاجتين اللي هم بيدوهم لنا. لكن غير كده هو مش بيدينا اي حاجه خالص. عشان كده مهم ان احنا ك ك ك بنتعامل مع اهالي او بنتعامل مع السن ده بعد كده لما يكبر ابقى عارف هو احتياجاته اتسددت في المرحله ديت ولا لا. عشان بعد كده ادخل في المرحله اللي بعدها اللي هي التطبيقات بتاعتها. التطبيقات ديت يحب يعرف فيها ايه؟ لما يكبر كده يبدا عنده سنه او سنه ونص، يحب يسمع فيها قصص باستمرار، يبدا يعرف مثلا سورة العذراء لو احنا مثلا هنبدا بقى نتعامل مع السن ده، ترانيم وقت النوم، كل الحاجات دي يبدا ايه؟ يبدا يتعلمها. تمام؟ طيب ادخل بقى المرحله اللي بعدها ديت، مرحله مهمه جدا جدا جدا، اللي هي المرحله بتاعه حضانه او قبل حضانه كمان. المرحله دي بيسموها، بصوا كده، ده ايه؟ مغناطيس. بيسموها مرحلة المغناطيس. ازاي؟ اول سنتين، انتوا سامعيني كويس؟ اول سنتين من عمر الولد او البنت بيبقى لازق في مين؟ لازق في ماما، زي المغناطيس كده بالظبط. تمام؟ ويفضل اللزقة ديت مستمرة معاه. عشان كده دايما تلاقي الام بتبدأ تودي ابنها الحضانة امتى؟ او الخدمة امتى؟ بعد سنتين، بعد أول سنتين، يبدأ بقى حتة نزول الكنيسة، نزول الحضانة، تبدأ تسيبه. لازم إحنا كخدام نبقى عارفين حاجة مهمة قوي، إن اللزقة دي مالها؟ لازم تتفك. ما بين ماما وما بين مين؟ ما بين الطفل الصغير. أول الطفل ما بيتولد بيبقى في حاجة اسمها الحبل السري. في ساعات أمهات بتفضل مكملة بالحبل السري مع الولد العمر كله، اللي هو الحبل السري النفسي. يعني إيه؟ يعني ابني ما يسيبنيش، ابني يفضل لازق فيا زي المغناطيس كده بالظبط. الولد اللي بيفضل لازق لمامته من اول السن ده مش بيستقل عنها، بيتحول لشخصيه اسمها شخصيه اعتماديه. يعني ايه شخصيه اعتماديه؟ بالظبط يا ابونا، صح بالظبط. الله ينور، الله ينور، صح كده. اللي هو ايه؟ لازق في ماما طول الوقت. عشان كده احنا دورنا كخدام نعمل ايه؟ نبدا نوعي الام في السن ده، يا طنط او يا تسوني، لازم الولد ينفصل عنك في المرحله دي. وفي خطورة جدا في السن ده في حتة المغناطيس مع الولاد، مع الولاد بالذات. عارفين ليه؟ لأن الولد لازم ينفصل عن ماما ويلزق في مصدر ياخد منه الذكورة بتاعته. المصدر ده هو مين؟ بابا. بالظبط، المصدر ده هو بابا. لكن لو الولد ده فضل طول عمره لازق اللزقة دي لماما، ايه اللي هيحصل؟ عارفين ان الولاد اللي بيكبروا وبيفضلوا بيتعاملوا زيهم زي البنات كده بالظبط؟ هو كده صح؟ هو كده بالظبط. فيفضل ايه؟ لازق لماما، وبيتعامل مع الناس على انها ماما بالظبط. عشان كده دورنا نبدا نشجع الحاجه دي. يا ماما خليه ينفصل عنك، يلزق في بابا، يتعلم منه الهويه الذكوريه، يلعب معاه العاب عنيفه. المهم ان الولد يستمد ذكورته منين؟ من الاب، من الاب. عشان كده بنشجع ايه؟ حته الانفصال في السن ده. تمام؟ طيب دي مرحله ثانيه اللي احنا ايه بنتكلم عليها، اللي هي مرحله الايه؟ الفطام او الاستقلال. بصوا كده التطبيقات عباره عن ايه؟ يحب قوي في السن ده كتب التلوين، لو احنا مثلا هنخدم السن ده كتب التلوين،
التمثيل الجماعي يبدا يشترك مع مجموعه، ترانيمه الحركيه، الحاجات دي كلها. تمام؟ دي كده مرحله بسيطه اسمها مرحله الايه؟ الرضاعه والفطام. لو احنا نبدا نخدم السن الصغير قوي ده. اهم حاجه بقى في الموضوع اللي هبدا اتكلم عليه وتاخد حيز كبير قوي اللي هي مرحله ايه؟ طيب هتسالني انت ليه نطيت النطه دي للمراهقه؟ هقول لكم حاجه. كتير بيفكر ان المراهقه بتبدا من سن كام؟ اعدادي. حد عنده راي تاني؟ دلوقتي ايه؟ من رابعه ابتدائي، صح يا ابونا بالظبط، من رابعه ابتدائي. بقت عندنا حاجه اسمها المراهقه النفسيه او المراهقه المتعجله. تبدا من امتى فعلا زي ما ابونا قال؟ من رابعه ابتدائي. عشان كده هتلاقي معظمنا يبدا يخدم السن ده، اذا كان انت في ابتدائي او اعدادي او هتبدا تدخل حته ايه؟ ثانوي او شباب. هتلاقي حاجات ملمسه في المرحله دي. كلمه مراهقه يعني ايه؟ جاء من كلمه رهق، رهق يعني اقترب من مرحله معينه. بالبلدي كده بنسميه راجل تحت الانشاء. يعني ايه راجل تحت الانشاء؟ هو عنده ازمه، دايما تفكيره هو انا عيل ولا راجل؟ هو انا كبرت ولا لسه صغير؟ هو انا عاوز الناس تعاملني كحد كبير ولا يعاملوني لسه كطفل ابدا اتدلع؟ عنده الازمه والصراع واللخبطه ديت جواه مفرتكاه. عشان كده بصوا المرحله اللي قبل اللي بتاعت المراهقه دي عامله زي ايه؟ ده شكل ايه؟ جسر. بس مش اي جسر، جسر معمول من ايه؟ من الخشب. لو حد مشي على الجسر ده يحس بايه؟ هيقع. ايه تاني؟ عدم امان، خوف. ايه تاني؟ عدم استقرار. برافو عليكم. كل الحاجات اللي انتوا قلتوها دي مين اللي بيحسها؟ المراهق. بالظبط بيحسها كده بالظبط. المراهق عامل زي واحد ماشي على الجسر ده، انا مش مطمن، انا خايف، انا طلعت من مكان رايح مكان تاني، بس لا انا عارف ارجع للطفوله ولا انا عارف اطلع للمرحله اللي بعدها. والناس اللي واقفين بره مش حاسين بيا. الناس اللي واقفين بره اللي هم قد يكون مين؟ برافو عليك، الاهل. مش حاسين بيا. مين الناس اللي حاسه بيا؟ اصحابي، الناس اللي ماشيين معايا على نفس الجسر، هم اللي حاسين بالمعاناه بتاعتي، هم اللي حاسين بالضغط اللي انا بمر بيه. عشان كده مرحله المراهقه او المراحل اللي احنا هنتكلم عليها زي الجسر ده كده بالظبط. بتبدا من امتى بقى المرحله ديت؟ زي ما قلت لكم كده مرحله مبكره، بتبدا من 8 سنين ل 11 سنه. تبدا مرحله متوسطه من 12 ل 18، مرحله متاخره من 19 ل 22. بتكمل، وفي ناس بتوصل معاها المراهقه لبعد كده، بتكمل بعد كده. اقول لكم على حاجه، ليه المراهقه بدات من سن بدري دلوقتي؟ زمان زمان قوي 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 لما كانوا يسمعوا ان في ولد من ثانوي حب بنت من ثانوي كان ايه اللي يحصل؟ يبقوا مستغربين كده وكارثه ومصيبه. طبعا الموضوع النهارده بقى ايه؟ بقى عادي. من حوالي 10 سنين لما نسمع ان ولد من اعدادي حب بنت من اعدادي بقى الموضوع ماله؟ غريب. النهارده بقى الموضوع عادي جدا. برضه من 5 سنين او من حوالي 4 سنين سمعنا كده ان ولد في ابتدائي حب بنت من ابتدائي، فبقى الموضوع ماله؟ عمال بيتطور. عشان كده بنقول المراهقه مالها؟ بقت مراهقه نفسيه. يعني انا خايف اجي لكم المره الجايه نسمع ان في ولد رضيع حب بنت رضيعه، فخايف ان يحصل كده بعد فتره. عشان كده المراهقه مالها؟ عماله ايه؟ عماله بتبدر كل شويه. فهمتوا الفكره؟ احنا ليه بنبدا ندرس السن ده من بدري؟ هي دي الفكره. هقول لكم على حاجه، مره يعني بخدم في مكان يعني، فبتعامل مع بنوته كده في ثانيه ابتدائي. فلقيتها مره زعلانه، بقول لها حبيبتي مالك زعلانه ليه؟ قالت لي يا استاذ توني انا حاسه ان انا فشلت في كل حاجه في حياتي. فعايز اقول لها فشلت في ايه يعني؟ فشلت تشغلي الميكروويف؟ فشلت تشغلي الثلاجه؟ قالت لي لا، انا حاسه ان انا فقدت شغفي. بصوا كلمه الشغف، عايز اقول لها يا بنتي انا ما عرفتش معنى كلمه شغف غير بعد ما عديت ال 30. فبصوا الكلمات بقت اللي بيستخدموها والمصطلحات بقت عامله ازاي؟ بقت كبيره. فعشان كده لما بنيجي نتعامل مع السن الصغير هم عارفين حاجات كتيره جدا. لما تيجوا تدوا درس خدمه لمدارس احد في سن ابتدائي، خدوا بالكم من حاجه، وانتوا بتدوا الدرس بتلاقوا العيال مالها؟ معلوماتها كتيره، يمكن معلوماتها سبقانه. لما بروح في مكان ادي مثلا محاضره عن التوعيه الجنسيه للشباب، انا بلاقي الخدام واقفين خايفين، والولاد اللي بيسمعوا مالهم؟ هم اللي عارفين كل حاجه، صح؟ عارفين كل حاجه بالظبط. هم اللي بيعدلوا علينا. عشان كده السن ده بدات عنده المراهقه من امتى؟ من بدري. ليه بدات من بدري؟ لان النهارده بقى في جهاز في جيبهم اسمه الموبايل ده من ضغطه واحده يجيب لك العالم كله.
يجيب لك العالم كله بين ايديه دلوقتي. عشان كده بقت معلوماته كتير ومعلوماته ايه؟ ومعلوماته سابقاه. تمام؟ طيب تعالوا بقى ناخد سمات السن ده شويه كده. اول حاجه سمه اسمها السمات الجسديه، يعني ايه السمات الجسديه؟ الشكل، شكله بيحصل فيه ايه؟ بيتغير. عندي ام كانت مره بتقول لي ابنها مراهق، بتقول لي ابني بيطول كل نص ساعه. كل نص ساعه بيطول، فاهمين؟ في تغيرات هرمونيه وجسديه بتحصل في جسمه بتخليه كل شويه بيعمل ايه؟ عمال بيكبر، عمال بيكبر. وعلى فكره التغيرات الجسديه دي بتبقى مرهقه جدا ليه؟ مرهقه بصوره فظيعه جدا. ليه؟ كل شويه بيحصل نمو جسدي. عارفين الولاد اللي هم بيبقوا في السن ده، عارفين اللي هو يبدا يلبس الفانيله الحمالات ويجيب العصايه الغاليه ويبدا يلعب اللي هو الحديد لحد الحته دي ما تكبر كده، فاهمين انتوا؟ عشان ايه؟ يبقى جسمه حلو قدام ايه؟ قدام الناس اللي حواليه. ويبدا عنده حته اسمها قضيه الجنس الاخر. يعني ايه قضيه الجنس الاخر؟ يعني ايه قضيه الجنس الاخر؟ هم شايفيني ازاي؟ وعاوز ايه؟ عاوز الفت انتباههم ليا. لما بروح مثلا في اجتماع مثلا لاعدادي اقول مثلا كلمه، فبسال الخدام هو الاجتماع ولاد لوحدهم ولا ولاد وبنات؟ فيقولوا لي ولاد. اعرف ان العدد اللي هيحضر من 10 ل 11 ولد. ولما يقولوا لي ولاد وبنات، عارفين بيحضر قد ايه؟ 500. يقول 500 ليه؟ هو عنده طول الوقت عاوز يلفت نظر انتباه الجنس الاخر. نفس الكلام للبنت، تبدا عندها التغيرات الجسديه ديت، بتبدا تكبر علشان ايه؟ تبدا نمو عندها دايما. وفي المرحله دي المخ بتاعه بيبقى لسه بينمو. ايه اللي بيحصل في المرحله ديت؟ بيحصل حاجه مهمه قوي. في فص كده في مخنا اسمه الفص الجبهي. الفص الجبهي ده مسؤول عن ايه؟ القرارات والحكمه والتركيز. الفص ده لسه في بدايه تكوينه. فتلاقي القرارات في المرحله دي عامله ازاي؟ مش ولا بد. بالظبط، مش ولا بد. ليه؟ لان لسه الفص ده ما كبرش. بس مين اللي عمال بيكبر؟ حاجه اسمها المشاعر. المشاعر عماله بتنمو 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 ومش بيعرف يدير المشاعر دي. عشان كده بنلاقي دايما الازمات العاطفيه فين؟ بتبدا في المرحله دي. انا بحب فلانه، وتلاقي بعدها بيومين ايه اللي يحصل؟ بحب فلانه ثانيه. في ايه؟ في تغيرات بتحصل كل شويه عنده من ناحيه ايه؟ من ناحيه النمو الجسدي. تمام؟ طيب السمات النفسيه، يعني ايه السمات النفسيه؟ هبسطها لكم بحاجه بسيطه خالص. حد فاكر اللعبه ديت؟ كان اسمها ايه؟ اليويو. كانت بتعمل ايه؟ نقعد نعمل بقى ايه؟ تنزل وايه؟ وتقعد. هو في المرحله دي عامل زي كره اليويو بالظبط. يعني ايه؟ طالع نازل، طالع نازل. الصبح انا عايز اروح الديره اترهبل، بالليل هو ربنا موجود ولا مش موجود؟ هو ده اللي بيحصل. ده تفكيره، ده تفكيره فعلا في المرحله دي. تمام؟ يبدا يسال اسئله. هو كليه الطب يا بابا، كليه الطب جميله جدا. بالليل المذاكره والعيشه واللي عايشينها واللي بيذاكروا، يبدا ايه؟ يحصل عنده حته التناقض، يحصل عنده حته ايه؟ التناقض ديت. فبيحصل عنده الذبذبه النفسيه ديت. في المرحله ديت انتوا عارفين، عارفين يا بنات، البنات اللي بتغسل في الغسالات الاوتوماتيك، قبل الطرده الاخيره للغساله، الغساله بتعمل ايه؟ بت ايه؟ طيب هجاوبكم، هجاوبكم. طيب ما حدش بيغسل خالص؟ طيب بص، قبل الطرده الاخيره للغساله، تلاقي الغساله بتعمل ايه؟ بتترج، بتترج. عارفين الرجرجه ديت؟ هو ده اللي هو عايش فيها بالظبط. عايش في رجرجه نفسيه، جواه صراعات كتيره واسئله كتيره جدا. دورنا احنا كخدام في المرحله دي نعمل ايه؟ اتقبل ده، واتقبل التغيرات بتاعته، واتقبل ان هو يوم، انا اسف الكلمه، يوم ما يستعيل معايا ابقى عارف ان هو في حاله لخبطه ما بين الرجوله وما بين الايه؟ ما بين الطفوله. هي دي بتحصل فيها ايه؟ ذبذبه، ذبذبه او تذبذب، او التذبذب النفسي اللي بيعيشه. هضرب مثال بسيط جدا. الناس مواليد 2005 مثلا، اللي هم عندهم كام سنه دلوقتي؟ 18. مواليد 2005 بعد 6 سنين من ميلادهم حصلت ثوره. ثوره 2011. حصلت لهم تروما نفسيه وقعدوا في البيت بسبب الثوره دي. بعدها بسنتين حصلت صدمه ثانيه ليهم وقعدوا في البيت علشان ثوره 2013. بعدها ب7 سنين حصلت صدمه ثالثه ليهم في 2020 اللي هي الكورونا، وايه اللي حصل؟ قاعدين في البيت. شوفوا كميه الصدمات النفسيه اللي الولاد، انا بتكلم على سن 18 سنه اللي هم مواليد 2005، شوفوا كميه الصدمات النفسيه اللي مروا بيها في خلال عمرهم قد ايه؟ كل دي صدمات. يمكن احنا ككبار ما كناش مستحملين القعده في البيت، فما بالك سن صغير زي ده، فبيطلع عامل ازاي؟ عشان كده مهمه الخادم في المرحله دي يتقبل كل التغيرات بتاعته.
ويكون مش بس يتقبلها ده يتوقعها، يتوقعها كمان. تمام؟ طيب عنده مشكله اسمها البحث عن الذات. يعني مين انا؟ هسالكم سؤال، صوره ايه دي؟ مرايه. هو انا دلوقتي لو جبت قالب طوب وكسرت بيه المرايه دي اشوف نفسي ازاي؟ متكسر، في مشوه صح، هشوف نفسي مشوه. هسالكم سؤال بقى، مين اللي جاب قالب طوب في حياتنا وكسر بيه المرايه بتاعتنا؟ انا ممكن اكون كسرت المرايه بتاعتي صح. مين تاني؟ اللي حواليا. زي مين؟ بابا وماما، الاهل. ايه تاني؟ اصحابي صح، ممكن يكونوا كسروا المرايه بتاعتي، شوهوا صورتي عن نفسي. عشان كده هعرض لكم بنت، اعتقد ان انتم معظمكم عارفينها. حد فاكر البنت دي؟ حد فاكر الفيديو بتاعها؟ البنت دي منين؟ من سوريا صح. البنت دي من سوريا، كانت قاعده مره مع مذيع وبيتكلم معاها. البنت زي ما انتم شايفين كده اموره، بس عشان كانت بتستقبل دايما رسائل سلبيه من الناس اللي حواليها بقت مصدقه عن نفسها ان هي، هقول لكم الكلمه اللي قالتها، بشعه. انا بشعه لدرجه المذيع بيقول لها يا حبيبتي طب شيلي الشعر كده على جنب عشان نشوف جمالك. قالت له انا كتير كتير بشعه. واول ما شال شعرها على جنب كده وابتدى جمالها الحقيقي يبان، قال لها ايه؟ انت كتير كتير كتير، وطول قوي في كلمه كتير، واحنا قاعدين على اعصابنا مستنيين هيقول ايه، لحد ما قال لها انت كتير، لا بشعه ايه بس، يعني هو جايبها عشان يقول انت كتير بشعه ازاي؟ قال لها انت كتير حلوه، قال لها انت كتير حلوه، هو مش جايبها في البرنامج يهزها، قال لها انت كتير حلوه. تمام؟ لحد ما قال لها انت كتير حلوه. البنت لما سمعت الكلمه دي ايه اللي حصل؟ عيطت بالظبط، قعدت تبكي، لان كتر الرسائل السلبيه اللي هي استقبلتها من صغرها كانت رسائل مالها؟ كانت رسائل صعبه. عشان كده صدقت عن نفسها ان هي بشعه. عشان كده ارجوكم ايها الخدام المستقبليين، لما تيجي تتعامل مع السن ده خلي دايما عندك رسائل ايجابيه، رسائل تشجيع، ابدا قول كلام حلو، كلام ايجابي، بلاش الكلام السلبي. ليه الكلام، ليه بلاش الكلام السلبي؟ هقول لكم ليه بلاش. فاكرين واحنا صغيرين لما كان بيتقال لنا يا صاد يا صاد، يا فاشل يا فاشل، ابقى تعالى مش عارف اعمل على القبر لما اموت؟ فاكرين انتوا جمل البراقه الجميله ديت؟ اكتشفنا بقى حاجه غريبه، ان اول مره اتقالت لنا فيها الجمله ديت مخنا عمل فيها ايه؟ ايه؟ دخلت صدقها. تاني مره اتقالت ثبتت، ثالث مرة اتعامل بيه، اتعامل على انه كده، اتعامل على انه ساقط، واتعامل على انه فاشل. عشان كده البنت دي من كتر الرسائل اللي اتقالت لها بقت تتعامل على انها كده. عكس البنوتة ديت، في مثل انا بحبه جدا، في واحدة يعني بتدينا محاضرات في دراسة بدرسها اسمها نجوى. نجوى عندها نفس الوحمة دي بالظبط. بس نجوى بتحكي لنا هي اتربت ازاي. نجوى بتقول لنا وانا صغيرة كان بابا وماما بيقولوا لي نوجة اللي عندها وردة في وشها. فنوجة اللي عندها وردة في وشها لما كبرت بقت عاملة ازاي؟ بقت مصدقة ان عندها وردة في وشها. بقت تقف تحاضر واحنا مركزين مع ايه؟ احنا مركزين مع الشخصية، مركزين مع الحد اللي بيتكلم، مع الثقة في النفس. ليه؟ لأنها اتقالت لها رسائل إيجابية من صغرها. عشان كده أنتوا كخدام خليكوا مصدر للرسائل الإيجابية الحلوة للناس اللي حواليكوا للمخدومين. هشارك معاكم بحاجة بس ده سر، ما تقولوش لحد. ماشي؟ ما تقولوش لحد. وانا صغير وانا في اولى اعدادي كنت بكتب كده ابيات شعر في حب مصر وكده يعني. فمره كنت كاتب كده بيت شعر حلو يعني، خدته ورحت بيه لمدرس الانجليزي عندي، كان اسمه استاذ ملاك. رحت للاستاذ ملاك فبقول له استاذ ملاك ايه رايك في بيت الشعر ده؟ قال لي يا توني جميل جدا الله ينور، بس صدقني مش انا اللي هفيدك. مين اللي هيفيدك؟ مدرس العربي. خدني من ايدي ورحنا لمدرس العربي، خبطنا على مدرس العربي، وهي بتبقى يعني صدف يعني، خبطنا على مدرس العربي بس طبعا يعني بدون ذكر اسماء عشان ما نكونش بندين حد. كان اسمه استاذ نبيل فكري خليل. وكان ساكن في بكوس على التراب، تمام؟ فلو حد فيكم بقى يعرفه يبلغ عنه، لان الراجل ده اذان. رحت الاستاذ نبيل، عمل ايه؟ عمل ايه؟ اول ما شاف الشعر، انت كنت معانا؟ صح، هو قطع الورق فعلا، قطع الورق ورماها كده وقال لي ايه يعني اللي زي اللي انت قلته كده بالظبط، قال لي ايه البتاع اللي انت كاتبه ده، ورمى ايه؟ ورمى الورق في وشي. تعالوا بقى ناخد الموقف اللي معظمنا تعرض ليه. الموقف ده كان سنه 95، يعني فات عليه اكتر من 28 سنه. ولسه فاكره. ليه لسه فاكره؟ لان اي كلمه بتتقال في السن ده بيحصل لها ايه؟ بتتحفر وتفضل معلمه معانا. انا دلوقتي بحكي معاكم الموقف ده وانا بضحك، لان انا عرفت اتصالح مع الموقف ده. بس اياميها لما كنت بحكي للي حواليا ما كنتش بضحك، كنت بعيط، لان الموقف ده كان مؤثر فيا. بس مع النضج والكبران ايه اللي بيحصل لنا؟ بقينا بنعرف نتعامل مع المواقف المؤذيه دي.
الموقف ده ايه الفكره اللي جات لي عن نفسي؟ انا فاشل، مشاعري محبط، صح، سلوكي مش هكتب تاني، سلوكي مش هكتب تاني. بصوا الكلمه، بصوا الكلمه ممكن تودي فين، بصوا الكلمه السلبيه ممكن تودي فين. والدليل على كده يا شباب، لما جيت اسالكم الاسئله الاولانيه اللي هو اكتب صفه حلوه عن نفسك او قول ثلاث صفات، اكتب اول سؤال كان ايه؟ اوصف نفسك بكلمه، اوصف نفسك بكلمه. والسؤال الثاني اكتب ثلاث صفات حلوه عن نفسك. لما قلت لك اكتب ثلاث صفات حلوه عن نفسك، معظمنا، مش هقول كلنا، معظمنا، عارفين ايه اللي حصل؟ قعدنا نعصر في نفسنا جامد جامد عشان اطلع صفه حلوه، وايه اللي يحصل؟ مش بلاقي، مش بلاقي. ليه مش بلاقي؟ لان انا من صغري اتربيت على رسائل، مالها؟ رسائل سلبيه. علشان كده بتفضل الرسائل السلبيه مالها معلمه معانا وقت طويل جدا جدا جدا. ولما اجي اقول لك اكتب صفه وحشه، ايه اللي يحصل؟ بنكتب كشاكيل. هلعب معاكم لعبه صغيره كده وركزوا معايا. اسمك ايه؟ فيرونيكا. فيرونيكا، قولي لي احلى صفه فيك ايه؟ طيبه. طيبه، واوحش صفه؟ شريره. صح، تمام. طيب هسالكم سؤال، الاجابه انه اجابه ثانيه اسرع، السلبيه ولا الايجابيه؟ بص هقول لكم على حاجه، لو احنا لعبنا اللعبه دي مع نفسنا مش انت لوحدك، هتلاقي دايما الصفات السلبيه مالها؟ بتنط على طول. انا يعني ده شكرا ان انت الايجابيه طلعت بسرعه، يعني الله ينور، دي حاجه كويسه، اتربيت على رسائل ايجابيه كتير. لما بنعمل اللعبه دي مع نفسنا في الاول بنلاقي الصفات السلبيه مالها؟ عماله بتنط بسرعه، لانها موجوده فين؟ موجوده في الاول، والحاجات الايجابيه موجوده ورا. فعقبال ما بنفكر ونرجع، عقبال ما نلقطها، ايه اللي بيحصل؟ بناخد وقت في التفكير. تمام؟ فهمتوا؟ طيب ده ايه البحث عن الذات؟ هو انا مين؟ عشان كده لما قلت اوصف نفسك بكلمه، هتلاقي اول كلمه جت في دماغنا هي الكلمه اللي اتوصفنا بيها من صغرنا. الولد ده مكتوب ايه هنا؟ ستيوبيد. ستيوبيد يعني ايه؟ هو ليه مكتوب هنا غبي؟ اتقالت له من هو صغير فاتختم بيها. مره نزلت افتقاد لحد من ولادنا، فكان عنده اخت كده صغيره، فبقول لها حبيبتي ممكن تجيبي لها اشرب؟ قالت لي لا. فبقول لها ليه؟ قالت عشان انا غبيه. حد عارف يا ليه قالت لي انا غبيه؟ اللي وقعت كوبايه منها. ايوه انت كنت معانا في الافتكار ده، صح، اللي وقعت الكوبايه منها. انا حكيتها لكم قبل كده، صح؟ اللي وقعت الكوبايه منها، صح. قالت لي انا رحت جبت لك ازازه الميه، ازازه الميه هتقع مني تتكسر. من كتر ما اتقال لها في البيت يا غبيه، صدقت عن نفسها ان هي غبيه، وصدقت عن نفسها انها يوم ما تروح تجيب لي ازازه الميه، ازازه الميه مالها؟ هتتكسر. عشان كده ارجوكم ارجوكم لما تخدموا السن ده، خلي كلامكم ماله؟ ايجابي. شجع دايما وقول كلام حلو، عشان هيفرق معاه جدا بعد كده لما يكبر. تمام؟ طيب انتوا مركزين؟ ماشي. طيب الحاجه اللي بعدها، دايما بيدور على حاجه اسمها المثاليه. عاوز كل حاجه صح. يعني ايه عاوز كل حاجه صح؟ يعني انا عاوز طول الوقت، طول الوقت احس ان انا ايه، ان الناس اللي قدامي دول كويسين. الخادم ده قدوه ليا، بابا وماما قدوه، ما ينفعش الصوره بتاعتهم مالها تتكسر. السن ده يعشق قوي سير القديسين، يحب قوي سير القديسين جدا، بياخدهم قدوه ليه. سير العظماء، سير الرؤساء، بياخد فعلا الموضوع ده ايه قدوه ليه، بيحب كل حاجه تبان ان هي صح او مثاليه. طيب بيدور على حاجه اسمها الامان. الامان بيلاقيه فين؟ في اصحابه. بالظبط بالظبط. اقول لكم بقى على حاجه وما تزعلوش، راي اصحابي فيا اهم من راي بابا وماما، واهم من راي الخادم اللي معايا. انا بلاقي اماني الوحيد فين؟ وسط الناس دي، وسط الشله. دول مصدر الامان، دول مصدر الامان بتوعي. رحت اجيب قميص، تمام، وابويا دفع فيه دم قلبه عشان يجيب لي القميص ده. اول ما رحت المدرسه وجم صحابي والشله اللي حواليا شافوا القميص ده، قالوا لي ايه القميص الوحش ده شبه بتاع جدك. انا هرجع البيت عامل ايه؟ انا مش هلبس القميص ده تاني، لان رايهم ماله مهم جدا جدا بالنسبه لي. لما بنيجي نتعامل مع المدمنين المتعافين في خدمه الادمان، يقولوا الموقف ده. وانا في البيت كان بيتقال لي يا ساقط، ورحت المدرسه اتقال لي يا فاشل، ويوم ما رحت اقعد على القهوه مع الشله بتاعتي، جه الجرسون وهو بيقدم لي كوبايه القهوه قال لي اتفضل يا باشا. فلقيت قيمتي مع مين؟ مع اصحابي، مع الشله، وسط القهوه. فهمتوا بقى انه بياخد الامان المشوه بالطريقه دي ازاي؟ عشان كده مهم قوي دور الخادم في المرحله دي، تخليك انت مصدر الحقيقي للامان، للامان بتاعه. تمام؟ طيب
البحث عن الاستقلاليه. بصوا كده الورقتين دول. ساعات كتير من ولادنا بيبقوا لازقين في مين؟ في بابا وماما او في الاهل. بيبقوا لازقين في بابا وماما او في الناس اللي حواليه. طب ايه المشكله ان احنا نفضل لازقين في بابا وماما بالطريقه ديت؟ الورقتين دول ملزومين ببعض بامير. ايه المشكله لما نفضل لازقين لبابا وماما؟ برافو عليه. لما اجي اتفك بعد كده احس بايه؟ بتقطع. طب هتفك امتى منهم؟ لما هتفك اروح اتجوز، لما هتفك عايز انزل خلوه. النهارده ولاد في ثانوي اهاليهم بيفضلوا ينزلوهم خلوه. تفضل الام قاعده مع ابنها وبيذاكر، يا ماما عايز اقوم اكل، لا خليك انت انا هقوم اجيب لك، يا ماما عايز اقوم اشرب، لا خليك انت انا هقوم اجيب لك اشرب، يا ماما عايز ادخل حمام، لا دي انت قوم بقى اعمل حمام مع نفسك. بصوا الفكره عامله ازاي؟ اللي هو يفضلوا طول الوقت لازقين لعيالهم. ده بيخلي عندهم حاجه اسمها الاعتماديه النفسيه، ان انا يوم ما هتفك من ماما تمام واخد الاستقلاليه بتاعتي هروح الزق لمين؟ الزق لناس ثانيه، الزق لعلاقه، العلاقه مسيئه او علاقه مش صح. لان طول الوقت عايز افضل لازق للناس اللي حواليا. عشان كده خدوا بالكم من حاجه، في من اكتر المشاكل اللي بتقابلنا في السن ده حاجه اسمها ادمان العلاقات. يعني ايه ادمان العلاقات؟ ماشي، عاوز طول الوقت ابقى مع ناس حواليا، تمام. ايه تاني؟ ادمان علاقات. بس انه ناس؟ اي حد، تمام صح. عارفين الناس اللي هي بتقعد طول النهار تقعد تعمل اد على الفيسبوك الناس ما تعرفهاش، وادخل اتكلم وادخل اتكلم مع ناس ما اعرفهاش لمجرد ان هم يدوني الاهتمام عشان بقعد اشحت منهم الحب والاهتمام والقبول. فهمتوا الفكره؟ فبيدخل في حاجه اسمها ادمان العلاقات المسيئه. ليه بدخل في ادمان العلاقات؟ لان انا مش لاقي حد يسمعني، مش لاقي حد يهتم بيا، لقيت العلاقه مزيفه فدخلت في العلاقه دي. عشان كده خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا. لما نيجي نقعد مع الولاد دول هيقول لك اصل انا مش لاقي الحب في البيت، مش لاقي حد بيهتم بيا. لما يقول لك جمله زي ديت قول له ان ربنا ادالك بيئه بديله اللي هي فين؟ الكنيسه. بالظبط. حتى لو البيت عنده مش بيقدم حب بس الكنيسه والخدمه بتقدم له حب. لما بيجي يسلم على ابونا وابونا ياخده بالحضن، لما يلاقي خادم بيطبطب عليه، ده ربنا بيوفر لك بيئه بديله، بيئه مليانه بالحب. عشان ايه؟ عشان تهتم بيك. هي دي الفكره. هقول لكم جمله عايزكم تحفظوها معايا. لما يجي يقول لك حته انا مش لاقي اهتمام او حب في البيت، الجوع ليس مبرر لاكل السموم. يعني ايه الجمله ديت؟ هقولها تاني. الجوع ليس مبرر لاكل السموم. ايه؟ مش عشان انا جعان اكل اي حاجه، انا في اللحظه دي جعان لايه؟ جعان مشاعر، جعان حب، مش لاقيه في البيت. هعمل ايه؟ هروح اكل اي سم من بره. السم اللي من بره ده عارفين ايه؟ علاقه مسيئه، سلوك ادماني، مخدرات، اباحيه، ايا كان ايه، بس هروح اخد اي سم من بره. عشان كده اللي جعان ده هيلاقي الشبع موجود فين؟ موجود في الكنيسه. فهموا انت دايما المفهوم ده عشان يبقى واخد باله من حته زي دي، ان مش عشان جعان في حاجه في البيت اروح لاي سم بره اكل الحاجه دي. تمام؟ طيب بصوا كده، دي البحث عن الاستقلاليه. حاجه كمان في المرحله ديت مهمه قوي، البحث عن القدوه. وطبعا يعني نشكر ربنا محمد رمضان والقدوه اللي موجوده والحاجات اللي بتتقدم دلوقتي بقت مخليه القدوه عند الشباب مالها صعبه جدا. فاكرين معرفش انتوا فاكرين مدرسه المشاغبين؟ فاكرينها؟ المسرحيه دي كانت حلوه قوي 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 لحد حاجه معينه، وبعد الحاجه ديت المسرحيه بوخت. كانت حلوه لحد ايه؟ وهم ايه؟ ايوه بالظبط يا استاذ اندرو. اول ما بقوا كويسين المسرحيه مالها؟ بوخت. فبقى يدينا قدوه، المجتمع يدينا قدوه ان طول ما انت مشاغب وطول ما انت بتتمارض مع الناس اللي حواليك فانت حد مقبول وجميل. اول ما بقوا كويسين المسرحيه مالها؟ بوخت. فعشان كده خلي بالكم ان القدوه ساعات بياخدوها غلط من المجتمع اللي بره بطرق كتيره غلط. فهمتوا ان البحث عن القدوه لازم يكون منين؟ لازم يكون من الكنيسه، لازم يكون من الاب والام. احنا لما جينا نتعلم عربي حد علمنا العربي؟ سمعنا بابا وماما بيتكلم، سمعنا الخادم، فتعلمنا العربي بالطريقه دي. هي دي الفكره، ان القدوه مش حد بيعلمها لك، ده هو بيتعلمها بالقدوه. تمام؟ طيب ايه رايكم في المنظر ده؟
عملتها معاه ماشي. مش شايف؟ ايه رايكم في الشراب المقطوع ده؟ حد حصل له الموقف ده قبل كده وهو داخل يتناول؟ كتير، احنا معظمنا كاولاد بيحصل لنا المنظر ده. ساعات واحنا بنقلع كده الشوز بنلاقي منظر رجلينا عامل بالطريقه دي. طب بنتصرف ازاي؟ بنتصرف نعمل ايه؟ ممكن تحكي لي عن تجربتك في الموضوع ده؟ قول. حصلت مره. بتقوم ايه عامل الحته تمام الله ينور حلو وتفضل داخل تتناول كده بالطريقه دي كده صح تمام. طيب هقول لكم على حاجه، المنظر ده ماله؟ محرج وكده بقى موضه، بقى ترند صح، بقى ترند. ايه الحاجات اللي بتقابل السن ده بنحس ان هي كانت محرجه في الاول والنهارده بقت ترند؟ الايه؟ الشتايم. شتايم؟ الكلام اللي بيتقال، الالفاظ دي بالظبط كانت في الاول محرجه. برافو عليكي، حلو قوي دي، صح، بقت بالنسبه لنا حاجه درجه على لساننا، حلو قوي، الله ينور. ايه تاني؟ الايه؟ البنطلونات اللي اسمها ايه؟ كاتنج. بنطلونات الكاتنج، تمام، ايه تاني؟ برافو، حتة التنمر، أنا كده إيه، الأول كان زمان بيسموها تنمر وإيذاء نفسي، دلوقتي بقى الموضوع عادي، صح؟ الله ينور، حلو، إيه تاني؟ إيه تاني في الأفكار؟ أفكار زي إيه؟ النهاردة زمان كان عندنا حاجة اسمها المثلية، كانت حاجة تكسف. النهاردة بقى الشباب ماله؟ عمال يتكلم عن المواضيع دي عادي ويجاهر بديت ويعلن بحاجة زي ديت. النهاردة لما شفنا كأس العالم السنة اللي فاتت منتخب ألمانيا كان بيعمل إيه؟ بالظبط، كانوا عاملين على التيشيرتات بتاعتهم اللوجو بتاعهم والحاجات دي، بقوا بيجاهروا بحاجه زي دي، رغم ان الافكار دي كانت مالها زمان بتكسف، النهارده بقت مالها، بقى الشباب بيجاهر بحاجه زي دي. نفس الكلام في الالحاد، نفس الكلام في كل الحاجات ديت، عامله زي ايه؟ زي الشراب اللي بقى ترند، تمام؟ طيب تعالوا بقى ناخد الايذاءات اللي بيحصل للسن ده. سن المراهقه عامه او السن اللي هو من اول الطفوله للمراهقه بيحصل عنده ايذاءات كتيره جدا. اهم ايذاء بيحصل له حاجه اسمها الايذاء الجسدي. الايذاء الجسدي اللي هو ايه؟ الضرب. بالظبط، الايذاء الجسدي اللي هو الضرب. خلي بالكم من حاجه يا شباب، لو انا بتعامل مع حد مأذي جسديا اتعامل معاه بحرص واتعامل معاه بحب وبقبول. ليه؟ الضرب حاجه مؤذيه جدا، مؤذية للنفس قبل ما تكون مؤذية للجسد، بالذات ضرب البنات. البنت اللي اتربت من صغرها على الضرب بيوصل لها رسالة واحدة بس، إن جسمي ده ماله؟ متهان. برافو عليكي، إن جسمي ده متهان، إن جسمي ده رخيص، إن جسمي ده بلا قيمة. تكبر البنت اللي اتعودت على الضرب من صغرها بالرسالة ديت، أنا جسمي متهان، فادخل بقى إيه؟ فادخل بقى في إدمان علاقات، ادخل بقى مع أي حد يقول لها كلمة حلوة، تدخل في إيه؟ تدخل بقى في علاقة مع حد مش كويس، ليه؟ لأن اتربت بالطريقة ديت. فخلي بالك لو أنا بتعامل مع حد بالطريقة ديت، مأذي جسدياً، أزود حب، أزود اهتمام، أزود قبول. مشكلة الضرب بتبقى نفسية صعبة جداً. مرة كنت بسأل ولد بقول له حبيبي أنت بابا بيضربك في البيت إزاي؟ بيقول لي بيستخدم الشبشب، بيستخدم رجل ماما اليمين، إيد بابا الشمال، بعد كده الهمبازين، بعد كده الزيت المغلي، اللي هو بقى داخلين بقى على عصر الاستشهاد بعد كده. فالضرب بقى بيوصل لمرحلة كبيرة صعبة جداً. وأصعب حاجة في الضرب، أصعب حاجة في الضرب، لما يجي الولد يتضرب، ويجي يعيط، يجي بابا ماما يعملوا إيه؟ هو انت هتضرب وتعيط كمان؟ فالولد اللي اتكبت وجعه يوم ما جيت اقول اي ويوم ما جيت اتوجع ايه اللي حصل؟ ما عرفتش اعبر. فبيكبر عامل ازاي؟ مش عارف اعبر عن مشاعري، مش عارف اعبر عن المي، مش عارف اعبر عن وجعي، فيحصل عنده حته الكبت. والاصعب من كده، تيجي مثلا ام تضرب الولد الساعه 2 الظهر وتقول نصبر لما ابوك يجي، ابوه يجي الساعه كام؟ 9 بالليل، يفضل الولد من الساعه 2 للساعه 9 عامل ازاي؟ اللي هو تعالى اضربني وارجع تاني. اللي هو يعني اخلص واول ما نسمع ايه بتاعه المفاتيح دي، نسمع تكه المفاتيح دي في الباب نحس بايه؟ نحس برعب. فاصبح البيت اللي هو كان المفروض المصدر الوحيد للامان بقى مصدر خوف وتهديد ورعب. مره كنت بدي كلمه كده في قريه على الصحراوي بدون ذكر اسماء برضو، فلا بس دي بجد، دي بدون ذكر اسماء بجد. فالمهم كنت بتكلم معاهم عن الضرب وبلاش الضرب والحاجات ديت وخلي بالكم وكده، ونشكر ربنا الناس كانت متجاوبه جدا وقاعدين منتبهين. انا خلصت الكلمه من هنا ولقيت ام كده قاعده وعلى حجرها بنوته صغيره، فالبنت عماله تفرك عايزه تنزل. البنت اول ما نزلت امها عملت ايه؟ ضربتها قلم، انا اتوجعت الالم ده. بعد ما ضربتها القلم قالت لي الله عليك يا استاذ كلامك حلو كمل كلام.
فعايز اقول لا الكلام يا ست الكلام اللي حلو ده يعني ده انا عمال اعرق وبقول بلاش الضرب بلاش تعملوا كده وانت ضربت انت عارفين انا ضربتها ليه؟ لا مش عشان ما سمعتش الكلام لا اتعودت اللغه بتاعتها في المعامله هي الضرب هي تعالي يلا نذاكر يلا نروح الكنيسه يلا ناكل هي دي اللغه اللي هي بتتكلم بيها مع بنتها. في مره مشاركه بس دي كانت صعبه جدا. هي مش صعبه هي عاديه. كان في بنوته بتحكي باباها جزار لحمه فبتقول لي ايه؟ لا مش اللي في دماغه استنى اسمع بابا كان جزار فبتعمل ايه؟ بتقول لنا يعني بتقول بابا كان عنده في المحل كده عندهم حاجه بيعلقوا عليها الدبيحه اسمها ايه؟ الخطاف الجنش او الخطاف فكانت بتقول لنا الاتي بتقول لنا بابا كان عنده جنش في المحل وجنش في البيت صح؟ جنش في المحل وجنش في البيت بيعمل ايه بالجنش في البيت؟ بالظبط بيعلق عليها. بصوا بقى كميه الايذاء اللي حصلت لبنت في السن ده. طب هنا بقى دوري كخادم اتعامل ازاي مع الحالات المأزيه ديت؟ زي ما قلت لكم تزود حب تزود اهتمام تزود قبول ولو عندك القدره ان انت تقدر تتواصل مع الاهل ما هو ده بقى اهميه الافتقاد ان انت تتواصل مع الاهل وتبدا توعي بحاجه زي ديت دي مهمه جدا. فهمتوا الفكره؟ عشان كده حلو قوي ان احنا ايه نبقى واخدين بالنا من ايه؟ من الايذاءات ديت. من هقول لك على حاجه هم مش بيقتنعوا فعلا في الاول بس عايز اقول لك على حاجه هم في الاول بيرفضوا الكلام ده خالص. عارفه ليه؟ لان اكتشفنا ان الاهل هقول لك على حاجه ما انا مش هقول ان انا عرفت منه حاجه. انا في سلوك قدامي بيبقى باين. احنا بنشوف كتير قدامنا في الخدمه ام بتضرب الولد في قلب الحوش. ده انا شفتها كتير قدامي في قلب الحوش ام بتضرب الولد. انا ممكن دي تبقى فرصه ان اتكلم معاه في حاجه زي دي تبقى فرصه لكن مش هقول طبعا ان الولد حكى لي حاجه ده مدخل ان انا اتكلم معاه. وعايز اقول لك انت عارفه ليه الاهالي بيعملوا كده مع اولادهم؟ لان للاسف الاهالي اتربوا كده بالظبط اتربوا بالطريقه دي مفكرين ان دي الطريقه الصح فهربي ابني بالطريقه دي. زمان ما كانش عندنا القدره ان احنا نتكلم عن موضوع الادمان والحاجات دي كان الموضوع بيبقى صعب. النهارده بقى الموضوع ده الناس بتتكلم فيه عامه في كل حته فعشان كده خلي بالكم من الحته ديت بتبقى مؤذيه لناس كتير تمام. طيب عايز اقول لكم على حاجه كمان في الايذاء الجسدي قبل ما انساه. الايذاء الجسدي مش بس ابونا هو الوقت قد ايه 10 ده بجد؟ طيب ماشي. في الايذاء الجسدي ده مش بقى طب تعيش الايذاء الجسدي مش بس بيبقى ضرب او كده ان انا ما وفرلوش الاحتياجات بتاعته ده بيبقى ايذاء كمان ان انا ما وفرلوش المسكن الملبس الماكل. بمناسبه الملبس فاكرين زمان اهالينا كانوا بيجيبوا لنا الهدوم عامله ازاي؟ كبيره. ليه بقى؟ ليه؟ عشان تعيش معانا شويه. طب هشارك معاكم بحاجه بس ده سر. بصوا وانا صغير وانا في ثالثه ابتدائي كده كنت يعني بنزل انا ووالدتي نجيب هدوم من مكان في القاهره. فالمهم جابت لي ترنج كده فبقيس الترنج لقيته واسع عليا فبقول لها ماما ده واسع عليا قالت لي يا توني ما هو انت لما هتكبر هيجي على مقاسك. عايز اقول لكم على حاجه ان ماما عدت ال 60 وانا داخل على ال 40 ولحد النهارده الترنج ده واسع عليا مش عارف البسه. ده اكتشفت بعد كده ان ده ايذاء نفسي. فخلي بالكم الحاجات ديت بتفرق جدا مع ايه؟ مع نفسيه ولادنا. تمام؟ طيب تعالوا بقى نجري في الجزء ده كده. في ايذاءات تانيه كتير زي الايذاءات النفسيه اللي بتقابل السن ده واحنا كتير بنقع فيها كخدام. بصوا كده. حد ياكل تفاح؟ ده تفاح ايه؟ احمر او امريكاني صح. وده تفاح ايه؟ البلد اللي هو المصري بتاعنا. تعالوا بقى كده لو احنا لينا في السكتشات نعمل كده مشهد تخيلي ما بين التفاحه دي والتفاحه دي. التفاحه دي عايزينها تبدا تقول جمله تبدا بكلمه انا ايه بالنسبه لدي؟ انا بلدي صح. سعر كام؟ اقل. رخيص بكام؟ ب 20 تمام. دي عايزينها تبدا بجمله تبدا بكلمه انا ايه بالنسبه لدي؟ انا اغلى صح. ايه تاني؟ انا احمر يعني اللي يعني انا اكثر احمرارا منها. انا اكثر احمرارا منها تمام. ايه تاني؟ سعرها كام؟ انا شاريها ب 55 يبقى ايه؟ انا اغلى من دي تمام. طيب بصوا كده وكده بايظه صح. هي ليه دي في الاول شافت نفسها قليله ورخيصه؟ عشان حطت نفسها في مقارنه. برافو عليكم. حطت نفسها في مقارنه مع دي. مشكله ولادنا في السن ده ان طول الوقت بيحط نفسه في مقارنه مع الناس اللي حواليه
ولما بيحط نفسه في مقارنه مع الناس اللي حواليه بيحس ان هو قليل بلا قيمه او رخيص، فتلاقي طول الوقت حاسس ان هو ملوش لازمه. انتوا عارفين التفاح ده بيسموه تفاح ايه؟ تفاح الغلابه. ليه؟ لان معظم الشعب المصري بيشتري التفاح ده. دول يعني ناس معينه مالناش دعوه بيهم، خليها على جنب. التفاحه دي مقبوله؟ عليها الطلب؟ ليها قيمه؟ عارفين ليه؟ لانها ما اتحطتش في مقارنه مع الناس اللي حواليها. خلي بالك من حاجتين، انت كخادم تحط الولد في مقارنه مع الناس اللي حواليه، او تاخد بالك من الولد مأذي نفسيا وعمال بيتقارن بالناس اللي حواليه. لو لقيته بيتقارن بالناس اللي حواليه بين قيمته، بين الحاجات الحلوه اللي فيه، خليه دايما يحس ان هو محبوب، ان هو مقبول، ان هو جواه حاجات كتير حلوه. هقول لكم على حاجه، انا عندي مليون جنيه في البنك. لا ده مثل، ده على سبيل المثال، على سبيل المثال انا عندي مليون جنيه في البنك وما اعرفش ان انا عندي الفلوس دي. المشكله فين؟ المشكله ان انا ما اعرفش، ولا المشكله ان انا عمال استلف من الناس؟ المشكله ان انا ما اعرفش ان انا عندي ده. كل ولادنا في الخدمه عندهم امكانيات وعندهم مواهب، بس المشكله مش شايفينها، مش عارفين يشوفوها. دورك انت كخادم تطلع الموهبه دي. كلنا يا شباب اكتشفنا موهبنا في قلب فين؟ قلب الكنيسه. مين فينا اكتشف ان صوته حلو في الكورال لما دخل كورال؟ اكتشف انه بيعرف يقدم لما بالظبط لما دخل مكان معين ابتدى يقدم فيه. هي دي الفكره، ان احنا ندور على المواهب، ندور على المواهب ايه؟ بتاعت ولادنا، تمام؟ ماشي. طيب دي كده ايه عشان اجري بسرعه، ده الاذاءات النفسيه اللي بتحصل لاولادنا في السن ده. طيب الاذاءات، في اذاءات جنسيه ممكن تحصل للولاد في السن ده؟ هقول لكم على حاجه عشان ما تفكروش فيها كتير. لما يجي الولد او البنت في السن ده يسال بابا وماما او الخادم سؤال جنسي، ايه اللي بيحصل؟ تلاقي بابا وماما يعملوا ايه؟ او الخادم يعمل ايه؟ يتخضوا. هنا الولد بيروح لحاجتين، ايه هما؟ النت والصحاب. بالظبط، برافو عليكم. النت معروف هيطلع له ايه؟ هيدخل بقى في حته الاباحيه والحاجات دي، صحابه هيدوا له المعلومه بطريقه مشوهه. والاكتر من كده ان احنا ساعات بنكتم على المعلومات دي. مره كنا نزلنا مره ندي كده توعيه في مدرسه عن اضرار العاده السريه، فروحنا كده اتكلمنا مع المدير، يا استاذ عايزين ندخل ندي الفصل. قال لا، مش هنتكلم مع العيال في الحاجات دي خالص، مش هنفتح عينيهم. يا عم يهديك يرضيك، كان رافض كبير جدا، لحد الراجل ما اقتنع وفعلا دخلنا الفصل. اول ما دخلنا الفصل بقول للولاد، يا اولاد قولوا لي ايه اضرار العاده السريه. واحد قال لي، يا استاذ العاده السريه بتضعف جسمنا بس احنا مش بنعملها. قلت له برافو عليك، انت شاطر وجدع. واحد تاني قال لي، يا استاذ العاده السريه بتضعف نظرنا بس احنا مش بنعملها. قلت له انت راجل وجدع، انا مبسوط منكم جدا يا جماعه ان انتم مش بتعملوا الحاجات الوحشه ديت. واضيف حاجه كمان، ان اللي بيمارس العاده السريه بيطلع له شعر ما بين صوابعه. انا قلت الجمله دي من هنا ولقيت لك الفصل كله بيعمل كده. ده الاكتر من كده، المدرس اللي كان رافض وجودي لقيته واقف كده على جنب، لقيته بيعمل كده وبيبص في ايده كده وبينزلها بسرعه. فعايز اقول له يعني احنا عندنا ايه؟ عندنا مشكله وعمالين بنعمل فيها ايه؟ بنكبت المشكله دي. علشان كده مهم قوي لما يجي يسالني، لو انا مش عارف اقول انا مش عارف. ابدا افهمه الجنس بطريقه مقدسه، ان جسمنا ده مقدس بدليل ان ربنا لما اتجسد خد الايه؟ خد الجسد بتاعنا ده. عشان كده مهم قوي يبقى فاهم الفكره المسيحيه المقدسه عن الجنس، تمام؟ طيب اخر بقى حاجه عشان انهي معاكم، بصوا كده، ولادنا محتاجين اربعه حق. ايه الاربعه حق؟ احفظهم كده معايا: حوار، حمايه، حزم، حضن. ممكن تقولهم معايا كده؟ حوار، حمايه، حزم، حضن. هاخد بس كلمه كده صغيره، هنت كده صغيرة عن كل واحده فيهم. الحزم يعني ايه؟ مهم جدا ان يتقال له كلمه لا، لان لما هيتقال له كلمه لا ويكبر بيها هيقول لا للعلاقات الوحشه، هيقول لا للمخدرات، هيقول لا لاي حاجه مسيئه في حياته. ده ايه؟ ده موضوع الحزم. طيب ولادنا محتاجين حضن، ولادنا محتاجين حضن، بس هخلي الحضن ده للاخر. ولادنا محتاجين حوار. ايه الكلمه اللي مكتوبه تحت كلمه حوار دي؟ شلبادش يعني ايه؟ بحبك بايه؟ بالالماني، صح. انا ما بعرفش الماني، تخيلوا كده حد قاعد يقول لي طول المحاضره اشلبادش، انا فاهم منه حاجه؟ مش رغم ان هو بيقول لي كلمه انا بحبك، بس انا مش فاهم منه لانه بيتكلم لغه غير اللغه بتاعتي. مشكلتنا في التعامل مع الولاد ان احنا بنحبهم بطريقتنا احنا. مين قال بطريقتنا احنا؟ صح، بطريقتنا احنا مش بطريقتهم هم. عشان كده مهم اعرف انت ايه لغتك في الحب، بتحب تتحب ازاي. عشان كده مهم يا شباب يا خدام ادخل جوه العالم بتاعه، اعرف الاهتمام بتاعه ايه، بيحب الكوره اتكلم معاه في الكوره، البنت بتحب مثلا حاجه معينه ابداي اتكلمي معاه في حاجه زي دي، ادخل العالم بتاعه، ما نقطعش الحوار.